العريف داكن سانت جون. سيادة الرقيب، ايه الاخبار؟ ايوه، انت هتخليني ملياردير صحيح؟ ايوه كلام معقول. تعرف اني كنت هعمل كده لو كان معايا عملات كفايه. طيب يا عريف سانت جون، هشوفك بعدين. دفى النار، بيفكرني بالبيت فعلا. الأمل هو. استني استني، عايزة حي للتجربة؟ صعب تعمل تجارب على جثة ميتة. بص، ايه ده؟ ده مخدر قوي هيساعدك انك تفقده الوعي لحد ما ترجعه تاني. انا قربت جدا يا ديكن، ممكن ننجح. تمام يا فندم. ديكن رد. ثانية، أنا كنت رايح علشان ألاقيلك مراوغ. عظيم، في واحد معين محتاجاه، اتفقنا؟ ثانية بس، استني، مراوغ محدد؟ في الجنوب هنا على طرف الطريق في كوخ منتجع قديم، دلوقتي ده مأوى المستعمرة من الأطفال المصابين مشاغبين. تمام، بلغني لما توصل هناك. سارة حولي. مستعمرة من المراوغين، مش مصدق. لازم أشوفها. سانت جون رد. هاي كابتن، انا في مهمه للملازم ويتكر، فانا مشغول شويه دلوقتي. تمام، ابعت التقرير لما يخلص. مستعدين لاختبار سلاح ويفر. حول. اوه لا، تمام. ساره قربت تهزم ويفر. ساره انا هنا. تمام، شابة لابسة بلوزة حمراء زي بلوزات الأطفال المكتوب عليها تينزي تابي أو حاجة كده. أنا متفاجئ إن العقيد لسه مولعش في المكان. أنا قلت المات إن المكان محظور، كنت بحلل دم مجموعة من الصغيرين لمدة شهور، محتاجة الفحوصات دي للمصل. تمام. إزاي أقدر أجيبك اللي أنت عايزاه من غير ما أجيب الموت؟ بص، مش عارفة أصلا. المهم أعمل الواجب عليك. تمام، محتاجة البنت اللي ببلوزة حمراء. مسكتك يا سافل حقير. اوه لا،
عايزة واحد حي؟ أجيب لك واحد حي. قرف شيء بشع. حضرة النقيب بهدل الموتوسيكل بتاعي. بس العقيد ما بيسمحش بالحيوانات على الجزيرة. حضرة الملازم طلبت اختبار عينة حية. واضح انكم سجمتوا مع بعض، انت والملازم واتكر. بس بعمل شغلي يا فندم. خليك رسمي يا عريف، العقيد ما بيسمحش بالصداقة بين المجندين والضباط. لا 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 لا، أنا ما أقدرش يا فندم. صح، كمل. تمام. طيب. يلا ساعديني. استنى استنى. كتير بالنسبة للمهدد. أنظمتهم الحيوية متلخبطة دلوقتي شوية، أعمل إيه؟ ما أقدرش أحدد جرعة. صح، استنى. ايه ده؟ ده اللي كنت بحاول اعمله. ديه، استنى ثواني بس. امسكوا. ايه ده؟ هو في ايه؟ مش ممكن. تمام، مش عارف انت حطيتي ايه، بس مفعولها سريع. مش معقول. استني، انت مش بتعملي سلاح حي؟ ايه خبر؟ انت بتحاولي علاجهم؟ كنت فاكرة مجرد ما اخد خط الخلية الأصلية من كلوفرديل هقدر أصنع أجسام مضادة من الفيروس وأقدر أعكس هندسته. يا خبر، دلوقتي كل الشغل ده، كل حاجة تعبت فيها قبل كده راحت على الفاضي. ما أقدرش أنقذهم، مفيش حاجة تقدر ترجعهم تاني. تمام، قومي رجعي حماسك من تاني. شفتش اللي حصل دلوقتي؟ كل خلية في جسم الطفل ده انفجرت. عشان كده ما ينفعش تنسحبي، عشان قتيله يا طفل. عندك فكرة قتلت كام من الحاجات اللي زي دي؟ وما جاش في بالي مرة عارفة انه ممكن يكون طفل واحد منهم. انا قابلت بنت مرة وكانت بتتكلم عن الوسوخ زي ما انتي بتتكلمي عنهم وبتقول عليهم مرضى، افتكرتها مجنونة، بس كانت شايفاهم زي ما انتي شايفاهم بالظبط. يعني فكرني مجنونة؟ لا لا، متهيألي ان انتي اول حد عاقل اشوفه من سنتين. عارفة لسه فاكر اليوم اللي خسرتك فيه، بس بدأت ادرك ما كانش اليوم اللي سبتك فيه بالطيارة، كان اليوم اللي بعده. اتحركت انا وبوزر لمعسكر اللاجئين، مكان ما كان مفروض تستنيني. صح، بس كان في مسوخ في كل مكان والطيارات مولعة وصراخ في كل حتة وناس كتير، وحاربنا وانتصرنا وفي الاخر جثث، جثث في كل مكان. دورت في كل جثة وكل وش، اكيد هي موجودة في الاف الجثث دي وممكن اكتر. دورت في كل حتة. ده اليوم اللي انا خسرتك فيه. وبوزر، عارفة بوزر ده كان بيحاول يساعدني طول السنتين، بس أنا مش مهتم بكل ده. وبعد كده شفت طيارة نيرو طايرة في السماء وبدأت أحس بحاجة وفكرت، عارفة ليه؟ ليه؟
علشان حتى لو كانت لسه عايشه انا كنت هعمل ايه يعني؟ كنت هلاقيها هنبعد بعيد جدا، مش هنبص ورانا، مش عايز اكون جزء في مجموعه مسلحه، مش عايز ادخل حرب ولا حتى اعيش في معسكر. ايه اللي مخليك لسه هنا؟ بسببك انت. كل ده لما شفت مجهودك واهتمامك بشغلك كله. الناس هنا بتحاول انها تعيش وانت بتحاولي انك تنقذي العالم. مفهوم. عملت الشغل كويس. رجعي نشاطك وكمان عزيمتك وحاولي تاني. هنرجع لكلوفر ديل، هناك معدات احسن وهتساعدنا في البحث. هتعمل كده؟ هتساعدني؟ تمام، هعمل ده. هعمل ده لانك مؤمنة بيه. فاستمري. نسافر الشمال. أيوة الشمال، ونقول لهم إننا رايحين نجيب مؤن. تمام، بس مش هنرجع من غير تصريح. عارف إنهم لو مسكونا أكيد هيعدمونا. لازم نبقى سوا يا فندم. أيوة ديك، العقيد عايز يشوفك. هاجي حالا. جمعي كل حاجة، أنا هرجع. شكرا. تمام يا فندم. عريف سانت جون. سيادة العقيد. معايا لو سمحت. احنا مستعدين يا فندم. تمام يا فندم، السلاح جاهز تماما. كل شيء جاهز يا فندم. مش متأكد اني فاهم. انتهى العمل على سلاح الملازم ويفر، مستعدين لاختباره. تمام قوي. مستعد نحرق حشد مسوخ؟ او في مشكله يا عريف؟ لا يا فندم، لا لا لا. تمام، يلا ننجز. تمام يا راجل، ده الكلام. يا ساده، دي بدايه عصر جديد. كملوا شغل. ولازم ويفر تعال معايا. أوامرك. تمام، افتكرت اننا كفاية كده وسيبني اعمل ده لوحدي. ايه اللي بتعمله؟ عايز تموت؟ لا، وعشان كده لازم أروح لوحدي. بص، حتى لو استخدمنا مولوتوف ويفر مش هنقدر نخلص على حشد مرة واحدة. لا، أنا عشان كده فكرت أروح هناك لوحدي. أنا هشتت انتباههم فشوية، يقوموا جارين ورايا بسرعة، وبعدها هفكر في طريقة ببطئهم فهعمل فخاخ، وبعدين أفجرهم. بص، لو رحنا احنا الاتنين مع بعض هناك هتبقى فوضى. اللي هنعمله اننا نجذب الحشد. انت خليك هنا وركز معايا، لو حصل اي حاجة تعال وخرجني. الا لو عندك خطة احسن. معيش حاجة. معايا مولوتوف وزخيرة كتيرة في شنطة الموتوسيكل. كويس كويس. القرف ده هيكون في ايدي. زي ما قلت، طريقة تخليهم أبطأ مننا. لازم نخليهم السفلة دول يتجمعوا، كل واحد يطلع ورا واحد. ساعتها أنا لو شفت مكان ضيق بين العربيات أو البيوت أيا كان، بمجرد ما يكون بيننا فراغ. أنت هتفجرهم.
انت صح، تطلع وتكررها كل شويه يبقوا انتهوا. دي خطتك؟ هي دي خطتي. بالتوفيق ليك. الموضوع ملوش دعوه بالحظ. تمام، انا هروح هناك. شايفك، قول لي لو احتجت حاجه. تمام. خزانات اكسجين دي هتنفجر كويس قوي. مين كان يعرف؟ انا بحاول حلب كويس.
هنعملها ازاي؟ قربت توصل للريف، فاضل لك الربع وتوصل. شغال ملتوف ويفر شغال، انا شايف النار من عندي هنا. اكيد طبعا هيجي كتير. لحمة طازة عشانك، تعالوا يا شوية بلعين. ها؟ ابلع. اخلص منكو طبعا. حاسس بيه ها؟ حبتوهاش صح كده؟ لحمة طازة عشانك. شايفهم من هنا. كوري من فضلك أرجوك قولي إن كده خلاص. أنا مش مصدق خلصت، قضيت على حشد كامل. طبعا مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. سارة انت موجودة؟ يا ملازم ويتكر هنا العريف سانت جون مع التقرير، ردي. انت فين دلوقتي كابتن؟ انا حاولت اتواصل مع الملازم ويتكر بس هي ما ردتش. قلت لها الأخبار السعيدة؟ أيوه هتبسط قوي. أكيد هتشوفهم قريب، ما تقولش للملازم ويفر، عاوز أقوله أنا شخصيا. صح أنت كسبت ده علم سنت جون. حول نجحنا. انت نجحت. ويفر عملها. عمري ما شفت حاجه زي دي، قصدي الطريقه اللي سبقتهم بيها. عمرك شفت حشد بيراقبك قبل كده ويخلي الادرينالين عالي جدا؟ العقيد معاه حق، نقدر نكسب الحرب.